هذا الذي أنتم تصادرون الكريستال والحشيش والحبوب والمخدرات، هذا بعدين وين تودوا؟ تبيعوه تطمروه؟ لا، أكو آلية معينة للتعامل معه. أولاً يفحص ونوعية شنو هو، في عدة نوعيات وبأيادي أمينة ويتم إتلافها بالتأكيد، لأنه وفق آلية معينة متفق عليها تشترك بها أكثر من جهة، يعني والجهة القضائية موجودة والجهة الصحة، وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية الأخرى، يعني آلية معينة بعد ما مطمئن يفحص. من هذه الآلية؟ مطمئن جداً. مطمئن. نعم.